ممكن تركب عربية موديل السنة عاملة 200,000 جنيه، وعربية تانية موديل السنة برضو وعاملة 10 مليون جنيه، ايه الفرق بقى؟ بس اس جانس هاند ميد مول اندرس دي سي ميت داماس شتار اوز فيلشلاند يابا يابا اوخ يابا. عربية بعشرة مليون جنيه وسكينة بألف تلتمية خمسة وتسعين يورو 1000 غاي هندت 95 und Mastina Stahl und kommt aus Japan. Und das ist welcher Holz? Das müsste geflammte Kastanie. الخامات، الخامات هي السر. العربية الرولز رويس اللي تمنها ملايين الجنيهات، الطابلو بتاعها معمول من الجوز، خشب الجوز. ودي سكين نصلها من الصلب الدمشقي المطوي المعمول في اليابان ومقبض خشب كاستانيا. أنا راكب الغلبانة دي الحمد لله على كل حال، ولا رولز رويس ولا بتنجان.